أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، طلاب الأعزاء، هذه آخر ثلاثة نماذج من هذه المحاضرة مع النموذج 18. يقول الله عز وجل: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. الإعجاز أحباب الكرام بقوله فأصدق، وهو قمة الإعجاز، ولو قلت فأتصدق لفسد الإعجاز. إذن الإعجاز في الإدغام، نعم الإعجاز في الإدغام. كيف ذلك؟ نقول وبالله التوفيق. أما قوله فأصدق فيه التضعيف التشديد، والتضعيف يعني الإكثار من الإنفاق. أيضا كلمة فأصدق بالإدغام اختصرنا الحروف، فأصلها فأتصدق، فألغينا حرف التاء، اختصرنا الحروف، وهذا يعني أن الكافر يقول لله عز وجل حين يأتيه الموت: يا ربي أعطني مدة مهما كانت قصيرة أنا سأضاعف فيها الإنفاق. ولكن الله عز وجل يقول له: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. إذن أحباب الكرام، قوله فأصدق أفاد معنيين: معنى المبالغة في الإنفاق، واختصار المدة الزمنية، وهذا لا يتحقق فيما لو قلنا فأتصدق. ومن هنا تظهر قيمة الإعجاز البلاغي في القرآن الكريم. لهذا رفع كفار قريش الراية البيضاء ولم يستطيعوا أن يجاوروا القرآن، وبالتالي عجزوا، ومن هنا كان الإعجاز، عجزوا على أن يأتوا بمثل آية من آيات القرآن الكريم، إذ إن القرآن محسوب بالحرف حتى بالإدغام وبالحركات والسكنات. أما المثال الذي يلي، يقول الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. أين الإعجاز في هذه الآية؟ الإعجاز في هذه الآية حذف من، إذ إن الله عز وجل في جميع آيات القرآن الكريم يقول: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، تجري من تحتها الأنهار، فيذكر من إلا في هذه الآية في سورة التوبة لم يذكر من. لماذا؟ في الآيات غير سورة التوبة ذكر من، لأن الآية تتحدث عن المؤمنين جميعا، والمؤمنون فيهم الأنبياء وفيهم غير الأنبياء، وما دام فيهم الأنبياء إذن ذكر من، لأن بداية جريان الأنهار تبدأ من عند الأنبياء. ومن هنا قال تجري من تحتها الأنهار، فالجريان من عند الأنبياء ثم ينزل من عرش الرحمن، ثم ينزل إلى أدنى الجنة على المؤمنين جميعا. أما في هذه الآية في سورة التوبة حذف من، لماذا؟ نرجع لسياق الآية. يقول الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. هل السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار فيهم أنبياء؟ بالتأكيد لا،
هم المهاجرون والأنصار. إذن جريان الأنهار في الجنة لا يبدأ من عندهم، لذلك حذف من، لأن من تفيد ابتداء الغاية المكانية، يبدأ الجريان من عند الأنبياء، وفي هذه الآية لا يوجد أنبياء لذلك حذف من. وهذا قمة الإعجاز، فالقرآن محسوب حتى بالحروف، فإذا ذكر من لها دلالة ولها معنى تناسب السياق وهو قمة الإعجاز، وإذا حذفها أيضا لها دلالة تناسب هذا الإعجاز. أما المثال الأخير يقول الله عز وجل: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، وفي الآية الأخرى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. أين الإعجاز في هاتين الآيتين؟ نأتي للآية الأولى أيها الأحبة الكرام: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. ما الإملاق؟ هو الفقر الشديد. لو سألنا هل الفقر واقع على الأب والأم حسب الآية ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، نقول نعم الفقر واقع. يقول الله عز وجل موجها للآباء الأب والأم: لا تقتلوا أولادكم بسبب الفقر الواقع عليكم. ما الحل؟ نحن نرزقكم. فالفقر واقع على الأبوين فقدم رزق الأبوين. أما في الآية الأخرى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، هل الفقر واقع على الأبوين؟ بالتأكيد لا، لأنهم يقتلوا أولادهم خوفا من الفقر، فالفقر ليس واقعا، يخشون أن يكون الابن سببا في فقرهم فيقتلوه. ومن هنا قدم الله عز وجل رزق الأبناء فقال: نحن نرزقهم وإياكم. ومن هنا القرآن معجز في التقديم والتأخير، حينما كان الفقر واقعا قدم رزق الآباء، وحينما كان الفقر غير واقع قدم رزق الأبناء. هذا، وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.